بغيت نجاوب كراتي باش نمشي. المنطقة الشمالية للمغرب تعرف تساقطات، عندها احتياطات مائية مهمة على خلاف المنطقة الجنوبية، يعني أكادير والصحراء المغربية فما فوق. فهذا الارتفاع في الإنتاج هو كذلك يأتي، هذه 20% التي نتكلم عليها في ارتفاع الإنتاج تأتي من نمو الضيعات. انا كان عندي ارتفاع دايو حيت كانت عندي جون بلونطاسيون عاد عندها 7 سنين، دونك كل ما كيزيد العام كل ما كيرتفع كيطلع الطوناج ديال البرودكسيون عندي عام على عام كيتزاد. وبعض الخطرات كيكونوا الانتاج اذا كان العام داز مزيان ما كانش بحال دابا البرد بزاف الثلجه حيت هي تري سونسيبل الثلجه، واذا ما كانش الحراره بزاف والريح بزاف، دونك اذا هاد لي زاليا كليماتيك كانوا مزيانين راه كتكون الانتاج مزيان. المشاكل اللي كيكونوا في لافوكاتي بحال اللي كنا قلنا في الاول، كاينه تقدر تكون بحال دابا اذا كانت الحراره كثيره يقدر يكون واحد الرياح شديده بحال اللي دازت مؤخرا، دي فون تري فور ديال 120 كيلومتر ولا 110 كيلومتر اللي دازو، دونك هادو يقدروا يسبوا واحد خسائر كبيره في لافوكاتي حيت تري سونسيبل للريح والشرقي، ودونك تقدر تكون السلعه لا برودكسيون كتطيح في الارض بحال اللي وقع هذا العام هذا بديك الريح اللي داز. كل شجره خصها كتستهلك على عين 30 لتر في الساعه، تو ديبون عاود ديال لي سيزون. هادو دابا كنهضروا كاينه دي سيزون اللي يمكن نعطيو غير نص 15 لتر في الساعه، وكاين اوقات اللي نعطيو 30، وكاين اوقات اللي نعطيو حتى 60 لتر. الدولة الآن وضعت واحد استراتيجية لمواجهة هاد الشح ديال المياه وهاد الندرة هادي، إذا في هذا الإطار وجب تقنين زراعة هاد الأنواع من الأشجار اللي يمكن تكون في مناطق اللي فيها الوفرة المائية بحال حوض اللوكوس بحال المناطق اللي هي في الغرب، بإمكان تكون حاضرة هذا النوع من الأشجار وأنواع البطيخ اللي كانت في هذه الأماكن هذه. لكن في الأماكن اللي كنحتاجوا المياه للشرب كذلك المواد الأمور الصناعية والماشية إلى غير ذلك، ربما كيخلق واحد لا توازن في التواجد ديال المياه اللي يمكن لا تغطي المجالات الأخرى. هناك إشكال رافق ارتفاع وتيرة الإنتاج ألا وأنه ضعف الأحجام، يعني صغر الأحجام
لأن الشجرة عندما تكون ممتلئة بالإنتاج فهذا الأمر يؤثر سلبا على حجم كل فاكهة، فكلما كثرت الحمولة ضعف الحجم الفاكهة، وكلما قلت حمولة الشجرة كلما كانت الفاكهة غليظة وكبيرة، وبالتالي هذا أثر على التسويق في الوقت الراهن، لأن في هذه الأشهر هناك مجموعة من البلدان التي تصدر نحو السوق الرئيسية التي يصدر إليها المغرب ألا وهي أوروبا. الخطر هو حقيقي، وهناك إمكانية أن هذه السلع المتواجدة حاليا الكمية الضخمة في المغرب التي ينبغي تصديرها تدريجيا إن تراكمت فسوف يعطي نتيجة عكسية، انخفاض الأسعار وعدم إمكانية تصديرها أو تصديرها بأسعار منخفضة جدا، وهذا الشيء ليس بالصحي وليس بالمستدام.